عندما ننظر إلى قضية موسى عليه السلام نجد بالفعل فيها كثير من التشابه مع قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج. موسى كان منقذ بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفين، وكانت عند بني إسرائيل نبوءة من يوسف عليه السلام تحدثنا عنها في الليالي السابقة. لا بأس نعيد أن نقرأ الرواية، الرواية يذكرها الشيخ الصدوق: إن يوسف ابن يعقوب صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم 80 رجلا فقال: إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب، وإنما ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاوي اسمه موسى ابن عمران، وجاء بأوصافه: غلام طوال جعد آدم. نفس القضية النبوية، النبي صلى الله عليه وآله بشر المسلمين بمنقذ يخرج في آخر الزمان، وبين لنا من صلب من، أنه من ولد فاطمة من ولد الحسين، بل التاسع من ولد الحسين، وبين أنه يرفع الظلم عن الناس ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. نأتي الآن إلى موسى منقذ بني إسرائيل، ولادته خفية، نفس القضية في مسألة الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج، كان يطلبه السلطان وهو صغير، نفس الشيء. أن موسى غاب عن قومه، نفس الشيء الإمام المهدي عليه السلام. وهكذا قضية موسى مشابهة جدا للمسألة المهدوية. ومن هنا ورد في روايات أهل البيت في تفسير قوله تعالى الآية التي تعرضنا لها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الروايات وردت أنها في الإمام المهدي عليه السلام. طبعا معنى أنها في الإمام ليس من باب التفسير أو من باب سبب النزول، إنما من باب المصداق، أن من مصادق هذه الآية القضية المهدوية. وهذه المسألة مهم جدا أن يلتفت لها الإنسان، وهو أن القصص القرآنية المرتبطة بالأنبياء هي تعطينا أمثلة لأمور ستحصل عندنا في أمتنا الإسلامية، من أهمها قضية الإمام المهدي عليه السلام. لذلك أي مسألة نعتقدها في الإمام المهدي ستجد لها نظيرا في القرآن الكريم. يعني مثلا قضية الغيبة، مرت علينا قضية غيبة موسى، وفي سورة الكهف عندنا غيبة أصحاب الكهف لسنين طويلة. ماذا يفعل الإمام في غيبته؟ الجواب: نفس الشيء الذي يفعله الخضر في غيبته. الخضر يحفظ الأموال ويحفظ الأنفس ويحفظ الأديان، يحفظ الدين، دين الناس في غيبته دون أن يعلم أحد بذلك. كيف يمكن لرجل أن يملك الأرض ويغير الأرض؟ نعم، كما فعل ذلك ذو القرنين، وذو القرنين لم يكن نبيا. وهكذا كل جزئية مهدوية تجد لها نظيرا في القرآن. وهذه فائدة دراسة قصص الأنبياء القرآنية بدقة، هذا هو السبب.